سوف تصبح اللغة العربية إحدى اللغات التي يتعامل فيها بالإنترنت كلغة أساسية. وإحنا تقدمنا بمشروع واعتمد لاعتماد 5 لغات عالمية لتصبح لغة إنترنت. اللغة العربية ليست لغة إنترنت، ما حدا يخشكم كل يوم بطلع إعلانات بأنه دخلنا الحرف العربية ودخلنا الأسماء العربية. أنا أتكلم عن تصبح اللغة العربية هي لغة إنترنت كما اللغة الإنجليزية. نحن بحاجة إلى القضاء على الأمية الرقمية في الوطن العربي، وهذه فيها مبشرات. معدل النمو في استعمال الإنترنت عالميا زاد 300% في الفترة من 2000 إلى 2008. في الوطن العربي زاد 1000%، يعني 3 أضعاف النمو في الدخول إلى عالم المعرفة هي نسبة النمو في العالم العربي. محتاج إلى كثير من التحول، وإحنا يعني كمؤسسة معنيين بمجتمع المعرفة نحاول أن ندخل من خلال برنامج مع كامبر الشراكة، كالشراكة التي تفضل عنها معالي الدكتور خصانة. عندنا شراكة مع جامعة كامبريدج لإدخال تقنية المعلومات من خلال تعليمها بشهادة من جامعة كامبريدج. ونزلنا حديثا، وهذا موضوع بهمني أن أقوله بسعادة، أول محمول عربي لابتوب باسم عربي بتصميم عربي وباستثمار عربي وبأعلى المواصفات الدولية، ونحن الآن في مرحلة إدخاله إلى السوق وأصبح حقيقة وموجود. إلى أين ستقودنا الثورة التقنية أو التكنولوجية؟ يجب أولاً أن نعترف على تعريف التكنولوجيا. أنا في نظري التكنولوجيا هي تراكمية، بل أكثر من تراكمية، هي أيضاً ملتبلتف، يعني يحدث اختراع ينتج عنه عدة اختراعات، ولكن التكنولوجيا لا ترجع إلى الخلف، دائماً تسير إلى الأمام. ما فيش حل حدا يقدر يوقف ويقول أنه بدنا نرجع لما كان سابقا. واستعمل عادة مثال بسيط، بقول بدأنا بالووكينج ستيك، ثم اخترعت الليبستيك، ثم اخترع الدايناميت ستيك، ثم وصلنا إلى الميموري ستيك، وكلها ستيك، ولكن كل واحدة تفوقت وتقدمت على الأخرى. التحول الحاصل الآن سينقلنا إلى عالم بلا حدود، عالم غير إحنا الآن مش متخيلين ما هو، وسننجرف له بسرعة، لأنه مع الأسف نحن متلقين في عالم المعرفة. وأنا هذا اللي أريد أن أقوله، نحن نحتاج إلى ثورة في الوطن العربي لنصبح صناع معرفة وليس فقط متلقين للمعرفة. أول مرة دخلت على عالم الإنترنت كان في لقاء في باريس من 40 سنة، وكانت لسه الإنترنت في مرحلة الكونسبشن، وجاء رجل اسمه إيرا ماجازينر، كان هو المستشار الأعلى لرئيس جمهورية أمريكا، جاء ليشرح لنا في غرفة التجارة الدولية في باريس مشروع الإنترنت، ووضع على سكرين صورة كمبيوتر سكرين وكيبورد، وأمامهم كلب قاعد عم بيشتغل على الكمبيوتر، ومكتوب على السكرين إن عظمة هذا النظام الذي اسمه الإنترنت أن الذي على الطرف الآخر لا يعرف أنني كلب، بمعنى أن هنالك كومبليت أنينوميتي للشخص الذي يدخل إلى هذا المحيط. وقال أن هذا ما سيحقق الديمقراطية الكونية التي عجزت الدول عن تحققها وطنيا. وهذا صحيح، عندما يدخل حفيدك أو أنت إلى هذا البحر اللي اسمه الإنترنت، هو مساوي لحفيد رئيس جمهورية أمريكا ومساوي لحفيد رئيس وزراء إيطاليا أو رئيس وزراء اليابان، ما فيش تمييز، هنالك مساواة في حق المعرفة لمن يدخل إلى محيط المعرفة. معدل التحول اللي عم بيحصل في الثانوي الحاق العالم أسرع بكثير من تخيلنا. سيأتي يوم وخلال 50 سنة أن يصبح تكلفة الكمبيوتر 0،
الجهاز زيرو قيمته واستعماله زيرو وكل شيء مجاني. هذا حتمي يعني. يمكن اذا لا بتقول والله كيف عم تتخيلوا، انا اول درس اخذته في ال 65 عام 1965 اخذت درس في استعمال الكمبيوتر في بريطانيا في منطقة اسمها هاي ويكم، كان فيها هناك مركز لاي بي ام تعلم كيف تستعمل الكمبيوتر، الكمبيوتر مش الانترنت، وكان الكمبيوتر طول هالغرفة وكان ثمنه لا يستطيع ان يشتريه الا الدول الغنية كدول، وكان اسمه داتا بروسيسور اصلا ما كانش اسمه كمبيوتر. الان عندما نجد ان اللابتوب اللي اسمه تاجي توب اللي انتجناه نحن على اسم مؤسستنا تاجي توب تحمله بشنطة السيدة، ما كانش يعني يوم هقول لك انه راح يجي يوم راح يكون التاجي الجهاز اللابتوب بتحطه بجيبتك او بالشنطة مش هتقول حلم، فقد يكون ما اقوله يبدو انه حلم. كل شيء سيصبح إلكتروني وكل ما نعيشه سيصبح إلكتروني وكل حياتنا يعني سيصبح معنى إلكتروني أقصد إنترنت بيست ويب بيست. هذا بما عرفه أيضا بيل غيتس بأنه سيصبح الجهاز العصبي لحياتنا، هو ما يدير كل شيء في حياتنا، دراستنا، تجارتنا، تعاملنا مع حكومتنا، تعاملنا مع بعض إلى آخره. هذا عالم جديد. بتقول لي إنه كويس ولا مش كويس، هذا كلام نظري. مثل ما بتسألني بتحب تجمع الطوابع ولا ما ولا مش حلو جمع الطوابع، مش مفيد إنه نبحث فيه لأنه هذا شيء مقبل ويجب أن نقبله ولا نجادل جدل ما له قيمة في إنه هذا جيد أو غير جيد. الماضي إذا نظرنا للماضي القريب بنشوف قديش صار في نقلة سريعة وسرعة الانتقال ستزيد. يعني عندما اللي حاصل في هذه الثورة المعرفية إنها مش إنها تسير إلى الأمام فقط بسرعة، إنما كل سنة بسرعة أسرع لأسباب كثيرة تقنيا يعني لن أشغلكم فيها. هذا العالم جميل ولكن بنفس الوقت بشع لأنه يخلق مشكلة بشرية وإنسانية واجتماعية، مش لأنه شيء مش منيح، لأنه في من سيستطيع أن يتفوق فيه ومن يتخلف فيه، من يكون سريع في تقبله وفي الاستفادة منه. إحنا أنا كنت في منتدى دعيت ضيف شرف على قمة شرم الشيخ الاقتصادية اللي هي كانت القمة الثانية بعد قمة مصر، وتحاورت كنت أنا ضيف الشرف على منتدى الشباب وتحاورت معهم لمدة 4 ساعات 5 ساعات واتفقنا بنهاية الجلسة أن نتقدم باقتراح. قدمت أنا اقتراح أن نعقد قمة شبابية، قمة مش اجتماع شبابي، قمة يعني بدل ما يقعدوا القادة اللي قاعدين في الغرفة قمة الأمة العربية يقعدوا قمة شباب الأمة العربية، واتخذ القرار وكلفنا مجموعة طلال أبوغزاله أن ننسق بالاتفاق مع جامعة الدول العربية عقد هذه القمة في نوفمبر في المغرب، وتحدد المكان في أصيلة في المملكة المغربية. الفكرة هي أن المجتمع هذا المستقبل كله مستقبل شباب، والشباب مش معناته العمر، الشباب هو من يقدر أن يكون مبدعا ومتغيرا في عقله. أنا لما أقول الشباب لا أقصد فئة سنية عمرية، يعني هنالك شباب مع الأسف هم شيوخ وهرم لأنهم ما عندهم قدرة على التغيير والتفكير. لا هذا صحيح، إنما واحد مثل معاليك مبدع بتفكيره وتقدمي بتفكيره ونظرته هو شاب. هذا هو الشبابية اللي أقصدها، الشباب فعلا هم من يستطيعوا أن ينظروا إلى المستقبل ليصنعوه، مش أن يقبلوا الواقع ويقبلوا أن يرضوا فيه. اللي وقلت لهم في شرم الشيخ في قمة الكويت اللي عقدت قبل سنة الاقتصادية أخذوا القادة قرار بجمع 2 بليون دولار ليصرفوها للتربية المعرفية، جمعوا منها 1 بليون ولم يستعمل منها شيء. قلت لهم والله أنا مش محتاج فلوس ولا من دولة،